على الهاتف معنا صلاح أبو ختلي وهو القيادي في حركة فتح. أحييك أستاذ صلاح، كيف تعلقون على استخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي رغم دعوات الأمم المتحدة لعدم استخدام القوة الغاشمة، وهذا بالطبع الأسبوع الثاني على التوالي؟ أولا هذا ليس غريبا عن دولة الاحتلال. دولة الاحتلال هي دولة عنصرية، دولة تأسست على الخروج عن القانون، هي بأساس دولة خارجة عن القانون. طوال مدة الاحتلال هي تواجه الشعب الفلسطيني، تعودنا على جنود الاحتلال أن يكونوا بهذه الكثافة النارية في مواجهة العزل. كان ذلك في الانتفاضة السابقة والانتفاضة الأولى وقبل ذلك في المظاهرات العزل. هذه الغريب في الأمر أنه الحراك العربي والإقليمي ليس بالمستوى المطلوب. هناك قوة نارية تفتح من قبل جنود الاحتلال باتجاه عزل بهذا الشكل اليوم الجمعة الماضية، الأمس والجمعة الماضية. المشهد كان يعني حقيقة يجسد حالة النضال الفلسطيني وحالة الكفاح الفلسطيني وحالة التصميم على مواصلة النضال حتى أسقط صفقة القرن وحتى تغيير هذه الأوضاع التي نعيشها في قطاع غزة، وكذلك نفس الأمر تأسيس حالة العودة والحفاظ على قضية اللاجئين وعلى جوهرها من العبث بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ما يسمى صفقة القرن من قبل رئيسها الذي أسقط القدس عن طاولة المفاوضات والآن يحاول إسقاط قضية اللاجئين وقضية العودة. نعم، إذا أستاذ صلاح أنتم تقولون أن التحرك ليس على المستوى المطلوب، بماذا نجمل إذا الخطوات الواجب اتخاذها من قبل القوى الدولية للتصدي لهذه الانتهاكات المستمرة من قبل المحتل الإسرائيلي؟ يعني للأسف الشديد نحن تعودنا أن نحن نصل حدث بأيدينا. للأسف الشديد دولة الاحتلال هناك رعاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الإجراءات ولهذا الخارج عن القانون من قبل الكيان الصهيوني. للمرة الثانية والثالثة مجلس الأمن لم يستطع حتى اتخاذ بيان وليس قرار يندد بالكثافة النارية وإطلاق النار باتجاه العزل، لم يستطع مجلس الأمن. هذا يعتبر تشجيع لجنود الاحتلال، وكذلك نفس الأمر محاولات بعض الأطراف في الإقليم العربي بالتطليع مع الكيان الصهيوني، هذا تشجيع كذلك نفس الأمر. حينما يتصرف بعض الأطراف الإقليمية بأنه هناك عملية تطبيع وهناك حق شرعي لليهود فلسطين، هذا عملية تشجيع. للأسف الشديد نحن نستطيع أن نغير هذه السياسة، كنا سابقا بواسطة نظام إقليمي عربي قوي، ولكن للأسف الشديد الأوضاع الحالية العربية شجعت هذا الأمر، وكذلك نفس الأمر الوضع الدولي. نحن الفلسطينيين لم يتوقع منا أحد سواء الجمعة الماضية ولا هذه الجمعة أن نقوم بذلك، وسنصنع الحدث بأيدينا، ونحن قادرين كما قمنا بالانتفاضة الأولى والانتفاضة الانتفاضة الأقصى، قادرين على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وإعادة الحيوية وإعادة الرونق للنضال الفلسطيني عن جديد بإذن الله. سيد صلاح أبو ختلة القيادي في حركة فتح، نشكرك لوجودك معنا في هذه الجولة.